حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج سحور العراقية. رمضان مبارك وتقبل الطاعات. فريق العمل راح يعيش أجواء مع الأبطال من الكوادر الهندسية والخدمية لبلدية الشعب. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. رافقونا. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. مشاهدينا اليوم سحورنا راح يكون مع الأبطال في الكوادر الهندسية والخدمية لبلدية الشعب. ينضم معنا الأستاذ المهندس سعد دراجي المعاون الفني لبلدية الشعب. حياك الله ورمضان كريم. حياكم الله وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة وشرفتونا اليوم في رقعة جغرافية لإدارة بلدية الشعب. حياك الله. حبينا نعيش وياكم أجواء رمضان. الخطة اللي وضعتوها في شهر رمضان المبارك أكيد هناك جهد مضاعف، هناك عمل كبير بعد أكثر من حوار وأكثر من اجتماع لدولة رئيس الوزراء أعطى أهمية كبيرة للمواطن العراقي من حيث الاهتمام بالطرق والنظافة ودوركم اليوم. نعم، بالبداية أحب أهنيكم بحلو شهر رمضان المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رمضان خير وبركة وأمن وأمان على كل العراقيين. حقيقة توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم أخذت حيز كبير جدا لدى الدوائر الخدمية ومن ضمنها دوائر أمانة بغداد. يعني يوم احنا في دائرة بلدية الشعب لدينا عمل مستمر منذ الصباح الباكر قبل الساعة 6 صباحا وحتى ساعات متأخرة. يعني جنابكم هسه تطلعون تلقون الجهد منتشر في عموم القاطع وتقديم الخدمات للمواطنين الكرام. قبل شهر رمضان كانت هنالك توجيهات مركزية من قبل معالي أمين بغداد المحترم للدوائر البلدية لوضع خطة متكاملة، خطة للآليات والجهد البشري لتقديم مختلف الخدمات لأهالي المناطق المتعددة للدوائر البلدية اللي هنا 14 دائرة بلدية متوزعة على عموم الرقعة الجغرافية في بغداد بالإضافة إلى الأقسام البلدية اللي موجودة. قامت دائرة بلدية الشعب وبإشراف مباشر من السيد مدير عام دائرة بلدية الشعب المهندس جعفر بشار بوضع خطة متكاملة، وكان هنالك اجتماع مطول حقيقة مع الأقسام الفنية والأقسام الإدارية لوضع خطة لشهر رمضان المبارك. شملت هذه الخطة جميع الأقسام التي من شأنها تقديم الخدمة إلى المواطنين الكرام من طرق وزراعة ونظافة ومجاري وماء. كل هذه الأقسام الفنية تعمل بشكل مستمر وبشكل متكامل لتقديم مختلف الخدمات البلدية لأهلنا الكرام في عموم الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية.
تقديم هذه الخدمات لأهلنا بمختلف الأشكال كما ذكرت لك من ناحية الطرق وتأهيلها. طيب نعم، خلي ننطلق إلى الميدان حتى نعيش أجواء. نعم، أنتم بعد تختارون أي مكان يعجبكم من الرقعة الجغرافية. نعم، وإحنا بخدمتكم. حياك الله، الله. اليوم أنتم ضيوفنا ويشرفونا. ضيوفكم بس سحر علينا اليوم. ماكو فرق، هو يقول يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن ضيوف وأنت رب المنزل. حياك الله، شكرا جزيلا. رب المنزل إن شاء الله. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، رافقونا بخطوات برنامج السحور العراقية. سندخل إلى الميدان ونشاهد الكوادر الخدمية والهندسية في برنامج السحور العراقي. رافق. مشاهدينا الكرام، مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، نتجول اليوم مع الكوادر الخدمية والهندسية والفنية في بلدية الشعب. أستاذ سعد، تحدثنا في بداية الحلقة بأن هناك جهد مضاعف، هناك عمل كبير على مدار 24 ساعة. أكيد الجهد يبدي ما بعد الإفطار إلى وقت السحور، وجود الآخر منذ الصباح حتى وقت المساء، يعني وقت الإفطار. نعم، إحنا عندنا أربع وجبات فيما يخص موضوع النظافة. تمام. قسم النظافة مقسم عمله إلى أربعة وجبات. وجبة صباحية، هذه تبدأ من الساعة 5:30 صباحا، وهنالك وجبة مسائية تبدأ بعد الساعة 1 ظهرا، ووجبة ليلية لغاية الساعة 9 أو 10 مساء. نعم. ووجبة فجرية تبقى إلى الساعة 4 فجرا. هاي في رمضان أو في؟ في كل أيام السنة طبعا. هذه الوجبات مقسمة بشكل منظم. نعم. على المراكز البلدية اللي موجودة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية، وفي رمضان تم مضاعفة هذا الجهد بشكل أكبر، وإضافة آليات الغسل للجهد لغسل الشوارع وإخراجها بشكل يتناسب وحاجة. طيب. المواطنين. نسولف أكثر اليوم كيف يكون تعاون المواطن معكم. السلام عليكم، تعال حبيبي، قواك الله، تعال تعال يا بطل، تعال قواك الله، قواك الله. شلونك؟ رمضان كريم. رمضان كريم. أخبارك؟ زين الحمد لله. وين أهلك؟ بالباوية. ها؟ بالباوية. حياك الله، شو أخبارك؟ زين الحمد لله. صار لك كم سنة هنا؟ صار لي سنتين. سنتين؟ إيه. تعاقد له ميلاد؟ لا، يومي. أجر يومي؟ إيه. يلا إن شاء الله الله يوفقك، يوم راح السحر سوى. مو تروح. هاي. شلونك في أجواء رمضان؟ زين الحمد لله. صوم له ولا؟ إيه. يلا، يلا يا بطل. عافية. حياك. إي نعم أستاذ سعد. نعم. إيه، نسولف اليوم شلون يكون يتعاون وياكم المواطن؟ نعم، طبعا المواطن لمس الفرق الكبير اللي موجود في قضية التعاون فيما بين الدائرة البلدية وجهد الدائرة البلدية وعمل الدائرة البلدية في الشارع من خلال ما يشاهده يوميا من تطور ملحوظ في قضية تقديم الخدمات إلى المواطن من ناحية النظافة ومن ناحية الإكساء ومن ناحية الزراعة، وكذلك أيضا تأهيل خطوط المجاري. هذه كلها لمسها. نعم. الآن المواطن اللي يقع ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة البلدية بشكل كبير جدا. قواك الله، تعالي هنا. شلونك؟ الله يحفظك. رمضان كريم. علينا وعليك. خليك تعال هنا، ايش في خايف؟ رمضان كريم. علينا وعليك. شو اخبارك؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. الله يحفظك. خلي بابك ارفع شوي. شو اخبارك؟ الحمد لله. شلونك يا رمضان؟ والله الحمد لله. اجواء رمضان شلونكم بيها؟ ماشي والله. ان شاء الله بخير. ان شاء الله. وين اهلك؟ بالمعامل. حياك الله. عيونك. شلون عملك، مرتاح؟ والله الحمد لله. يلا عافيه. يلا يا بطل. اي نعم استاذ. نعم، مثل ما تشاهدون هنالك انتشار واسع وكبير للجهد البلدي منذ الصباح وحتى المساء لتقديم مختلف الخدمات لأهالي منطقة الشعب، وهذا الجهد طبعا يتنوع ما بين غسل الشوارع وتنظيفها وكذلك الدخول إلى الأزقة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
طيب. وحقيقة هنالك نقطة فارقة قد تكون مميزة عند دارة بلدية الشعب. المساحات التي كانت متروكة في السابق الآن أصبحت كلها مساحات خضراء تم استثمارها بشكل أمثل وتم تطويرها. طيب. ونزول الجهد الزراعة بها لتقديم مختلف الخدمات لأهالي من ألعاب. حلو. ومساحات خضراء من شأنها إضافة. طيب. لمسة هذا فنية. جهد كبير يعني. نعم. خلينا ننتقل لقسم الماء. رئيس قسم الماء في بلدية الرشيد الشعب حياك الله. يحييك الله. وقبل الطاعات ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى كافة أبناء الشعب العراقي. الله يحفظك. وأهلا وسهلا بكم نشكركم إتاحة الفرصة. قواك الله. أنا مهندس عباس رئيس قسم الماء بإدارة الرشيد. حياك الله أستاذ عباس. سيد عباس خلينا نسولف عن الماء. عملكم جهودكم. نعم. طبيعة عمل قسم الماء يتمحور ثلاث محاور. المحور الأول عمليات الصيانة اللي تتم على شبكات الماء اللي موجودة ضمن القاطع. أي عمل كسر عرضي أو نضح تقوم مفارزنا برصده. طيب. وصيانته بنفس اليوم. الموضوع الآخر متابعة موضوع شحة المياه ضمن القاطع متابعته ومعالجته بالتنسيق مع الدائرة الأم اللي هي دائرة ماء بغداد. الموضوع الثالث أكو شحة بالمياه. متابعة جودة الماء عن طريق الفحوصات المختبرية كيميائيا وبيولوجيا. طيب. بالتنسيق مع شعبة البيئة ودائرة البيئة. طيب. والاطلاع على النتائج والتجاوز أي خلل يتم رصده من خلال الفحوصات. طيب. المختبرية. عندكم شحة في المياه في هذه بالوقت الحاضر الماء متوفر وجيد جدا يصل إلى آخر أطراف القاطع في دائرة بلدية الشعب اللي هي أبعد المناطق المتمثلة بأطرافنا اللي هي سبع قصور والغرب المي يوصلها وأي منطقة إحنا نرصدها بشحة نعالجها معالجات من خلال تمديد ربطات إلها ربطات. طيب. تقوية من خلال زيادة التشغيل ساعات التشغيل الضغط اللي موجود في أنابيب السوبيا اللي داخلة إلى القاطع. حياك الله. ويحيي. نعم. بس خلي قواك الله تعالي شونك تعال هنا. أي نعم. هنالك سرعة في إنجاز الشكاوى. حقيقة من خلال المنصة التي خليك هنا سار عمود التصوير. نعم. من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها أمانة بغداد في الوقت القريب الماضي هذه المنصة بالإضافة إلى شعب الشكاوى وشعب الإعلام والوعي البلدي اللي موجودة ضمن الدائرة البلدية هنالك استلام للشكاوى يوميا. هذه الشكاوى تختص بمختلف الأقسام وهنالك إنجاز سريع. نعم. لهذه الشكاوى وتوثيق هذا الإنجاز وإرساله إلى دائرة العلاقات والإعلام وإلى أمانة بغداد. حلو. قواك الله. والله حيلك. شلونك؟ الله يسلمك. شخبارك؟ رمضان كريم. شسمه؟ عباس. عباس خليك على الكاميرا. الناشد إن شاء الله. الناشد. أي. العالم الخير إن شاء الله. والإذاعة محمد وزارة التربية. أي. إن شاء الله. شنو شبيه التربية؟ تعيين يا أخي. أنت مو أنا عملك بالأمانة. تعيين عقود ماكو. ليش عقود ماكو؟ أستاذ عقود ماكو. أي. والناشد محمد الشياع السوداني. أي. تشوف لنا غير هاي وظيفة وتعيينات تعيينات يا أخي تجيك التعيينات. اي والله تعيين تجيك التعيينات يا أخي الله والله العظيم باوع. اي ها توين يعني اهلك؟ عمره 28 سنة ما شاء الله. 28 سنة. وين اهلك؟ انا اهلي بالباوية المعامل. ها والنعم. ايه. حياك الله. اي والله اتصالك ايش قد هنا؟ انا صالاني صالت تقريبا 9 أشهر. 9 أشهر على الأجر اليومي؟ اي 9 أشهر. نعم. وراتبي 300. الله يزيدك. اي وفاشن الناشد خليكي. الناشد محمد. أي. يزيد الرواتب مالتنا ان شاء الله يصير لك خير. اي والله تومر. واحنا عوائل برقبتنا تومر. اي والله العظيم بالخدمه. اي والله يلا يا بطل بالسلام. تعال قواك الله. شلونك؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. رمضان كريم. رمضان عليك. صحه وعافيه. الله يجمعنا. الله يخليك. وين اهلك؟ هنا والله بيتنا بالمعامل. اي الباويه. شلون عملك هنا مرتاحين ان شاء الله؟ نعمة. رمضان شلون اجواءها؟ نعمه الحمد لله. من بعد الفطور الى وقت السحر. اي صح. هذا عمل يومي. اي يوم يوم عمل يوم. اليوم رحنا السحر سوا مو تروح كل شرف. يلا يا بطل يلا نبقى مشاهدين الكرام باجواء السحور العراقيه. راح نعيش اجواء السحور مع الابطال من الكوادر الخدميه في بلديه الشعب. رافقونا. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة. مشاهدينا الكرام مثل ما تحدثنا انتقالات كثيرة في برنامج السحور العراقية.
حاليا احنا في احدى المتنزهات اللي تحدثت جنابك عليه. نعم هذا متنزه الزوراء. نعم. نعم شنو المتنزه؟ وبنفس الوقت احنا نبذل جهد، يعرفون البلدية، احنا نبذل جهد قوي هنا بصراحة. ليش؟ شنو السبب؟ من ناحية حماية المتنزه من التجاوزات. اها. اي اكيد، لان تعرفون انتم صارت هواي تجاوزات على اراضي بلدية. نعم. تمام لولا وامانة بغداد تعرفوا بهذا الشيء. بنفس الوقت هذا من ذاك الزمان بعد السقوط صار حمايتها هنا المنطقة قبل ما نسكن احنا. حموها من التجاوزات. وصار اتفاق وصار متنزه اللي هي الارض تابعة للبلدية أمانة بغداد، فما قصروا أمانة بغداد وضعوا حجر الأساس بيها وصارت متنزه وسموها متنزه الزوراء. نعم. فأحنا بواجبنا كمواطنين هنا يعني نقوم بواجبنا حمايتها إدامتها في حالة البلدية مثلا ما موجود أحد من البلدية إحنا موجودين هنا بنفس الوقت عوائلنا هنا بصراحة تتنفس بهذا المكان المتنفس يعني اصبح متنفس وحيد للعائله اكيد متنفس وحيد للعائله طيب عاشت ايدكم احنا هاي محلتنا الحمد لله والشكر محله ناس كلها واسطه واعي ومثقفين وهنا محافظين على هذا المكان وهذا الله. المتنفس الحمد لله يا ابي شلون الشباب جواك الله تعال استاذ علي قبل الطاعات صحه وعافيه كريم صيامك ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الحمد لله احنا شفناك بس ورانا تتجول شنو عملك انا اشرف على عمل انا مسؤول قاطع حيور ها ما شاء الله الله يحفظك سولف شوكم يا رمضان اجواء رمضان الحمد لله نعم الحمد لله سويتوا ما سويتوا بشهر رمضان والله جهدنا قام يبدي ورا الفطور استاذي عندنا شفت الليلي وراها تبدا عندنا وجبه فجريه لحد الان مستمره شنو هذا الجهد اللي يكون بعد الافطار عمل كابسات عمال غسل شوارع طيب عملنا مستمر هذا يوميا يوميا استاذ اي فقط في رمضان لو حتى في لا حتى الايام العاديه بس احنا ورا بشهر رمضان قمنا سوينا حمله يعني ورا الفطور تبدي اي اي حملاتنا مضاعفة طيب بارك الله بكم الله يحفظك استاذ الله يسلمك الله يحفظك استاذ شكرا لين هذا جهد كبير هو هذا واجبنا استاذ الله يحفظك الله يحفظك حياك الله الله يسلمك استاذ السلام عليكم جواك الله شلونك رمضان كريم علينا وعليك صحه وعافيه علينا وعليك ابو من اسم حضرتك انا مصطفى رمزي حبيبي اهلا وسهلا اهلا بيك ان شاء الله بخير بخير الحمد لله الله يحفظك شنو عملك وظيفتك انا مسؤول الوجبه الفجريه ما شاء الله على على الساعه بيش تبدي الوجبه
عام الدائرة البلدية هناك توجيهات في أنه نعمل سوية بروح الفريق المنسجم الواحد وأحدنا يكمل الآخر. طبعا أكو ظاهرة كلش طيبة وجميلة في خصوصا عندنا في دائرة بلدية الشعب، هناك تعاون وتنسيق كبير جدا بين الأقسام البلدية في حالة رصد أي مشكلة أو أي تلكؤ، ما يحتاج أنه نرفعها إلى مستويات أعلى، يتم حل هذه المشكلة ما بين الأقسام. حاليا في أي منطقة؟ نحن الآن في شارع فهمي المدرس، وهذا الشارع شارع حيوي وشارع تجاري مثل ما تلاحظون. الآن تقريبا الساعة راح توصل الساعة 1 بالليل والناس موجودين والحركة موجودة. نعم نعم طيب. الحمد لله. نزل لقاءات مع المعلم. تفضلوا. السلام عليكم. جواك الله. شلونك حبيبي؟ شخبارك؟ الله يحفظك. الله كريم. الله يهديك على الجميع. الله يتقبل أولادك. الله يهديك يا طيب. شلون عملكم ويا والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يعني فشي راقي بالشعب وخصوصا استاذ جحفر والاستاذ المعاون استاذ سعد، جهود مبذوله والله من الصبح لليل، الحملات يعني صباحي مسائي همينه، خاصة الاجواء من رمضان فشي غير. يعني انتم شلون تتعاونون وياهم؟ والله ها شوف قدامك يعني اجواء رائعه كلش ان شاء الله. يحفظكم. شكرا. حياك الله. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم استاذ محمد مسؤول الاعلام. الله يحفظك. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. جواك الله. الله يحفظك. شلونك ان شاء الله بخير. افيدول قلبك. شو اخبارك؟ يحفظك الله. حجينا شلونك؟ السلام عليكم. رمضان كريم. صحة وعافية. قبل الطاعات. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. احنا حبينا نعيش اجواء رمضان برنامج سحور العراقية. نعم نعم. اكو جهد، اكو عمل للبلدية، اكو تعاون. لا حقيقة هاي الايام شفنا يعني اكو حالة جيدة بتبليط الشوارع واهتمام نعم. بالنظافة، وهذا شيء ظهر عندنا احنا شفناه يعني لامسناه بحياتنا خاصة بعد بالفترة الأخيرة ومشكورين عليه ده. طيب اليوم ايش يحتاج المواطن حتى يقدم كل ما يحتاج الموظف اليوم؟ الحقيقة هو يحتاج اهتمام من قبل الجهات المسؤولة، يعني الإنسان خاصة المواطن العراقي يحس نفسه أنه مثل باقي الدول، يعني اكو اهتمام به، خدمات مقدمة إليه، حتى مواطنة صالحة تتكون به تدريجيا يعني. رمضان كريم نقول لك. جميعا. قبل الطاعات اليوم تعال السحر ويانا. الجميع مشكور. احنا جايبين سحورنا وجايين. مشكور دائما. ما تقصر. الله يعوضك. حياك الله. بالسلامة. سيد محمد السلام عليكم. تعال هنا تعال هنا. خلنا نروح له. تعال فوق الدراجة وتعال. السلام عليكم. شلونك؟ رمضان كريم. صحة وعافية. شلونك بعد؟ الله يحفظك. السلام عليكم. شخبارك؟ شلونك عيني؟ شلونك؟ صحة وعافية. شلونك حيدور؟ شخبارك؟ شلونك بعد؟ مش إن شاء الله بخير. شلونك زين؟ شلون أجواء رمضان؟ والله الحمد لله. خلنا نسولف عن أجواء رمضان. الله يخليك. وين تقضوها؟ وين تروحون؟ وين تجون؟ والله خير من الله. أنت وين ساكن هنا بهاي المنطقة؟ لا بالشعب. بالشعب. شلون تشوف اليوم عمل البلدية وياكم؟ والله زين الحمد لله. والله الله شاهد يعني اللي كله يلفون. أها. إي والله. إحنا نريد المواطن هم يتعاون وياه بنفس الوقت. والله لا زين الحمد لله. والله شوية أحسن من قبل. يلا أي والله بالتوفيق حبيبي. بالسلامة سيد محمد. الجهد الإعلامي أكيد له فد دور كبير، فد عمل كبير. اليوم كيف ممكن توصل عملكم وخدماتكم تقدموها للمواطن من خلال الجهد الإعلامي؟ نعم أكيد. حملاتنا إحنا يومية بتوعية المواطنين وإضافة إلى استماع إلى شكاويهم. تعرف إحنا كشعبة إعلام استمرار ويا المواطنين دائما. نعم. نسمع شكاويهم ومقترحاتهم، اضافه الى تصوير اعمال اقسامنا اليوميه. اضافه الى اكو عندنا شكاوي توصلنا على صفحتنا الرسميه يتم انجازها باسرع وقت. نعم. ومتابعه اكيد من سيد المدير العام المحترم، واضافه الى متابعه من سيد المعاون يوميا. يعني تقريبا احنا تواصلنا ويا المواطنين بشكل بارك دوم. الله بكم. الله نريد هذا الجهد دائما يكون مستمر حتى خدمة المواطن هو شيء أساسي وشيء مهم. طبعاً إحنا شغلنا كل هذا في خدمة المواطن. أكيد. بارك الله بك. شكراً جزيلاً. الله يسلمك. سيد سعد ننتقل لوقت السحور. أهلاً وسهلاً بكم. إحنا هنا
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فقرة السحور. راح نعيش أجواء السحور مع الكوادر في بلدية الشعب. سيسعد، شنو الشعور وأنت مع الموظفين الموجودين اليوم؟ حقيقة فرصة طيبة ويعني مبادرة رائعة من لدن الفضائية العراقية، شاكرين يعني هذه مبادرة لطيفة. الله يحفظكم. حقيقة نشوف السعادة بوجوه العمال والكوادر، ونتمنى أنه هذه المبادرات تستمر لدعم الكوادر البلدية، وخصوصا هذه الكوادر التي تعمل ليل نهار في الشوارع. نتمنى أن يكون هنالك دعم حقيقي لهذه الكوادر في المستقبل إن شاء الله، لأنه هذه الكوادر هي من تظهر المظهر الحضاري والمظهر اللطيف لمدينة بغداد وللدوائر البلدية. وبالتالي احنا يعني نشكر هذه المبادرة، ومتمنين لكم كل التوفيق ان شاء الله والنجاح. حياك الله، شكرا جزيلا. اتمنى تدعوم الى وجبة السحور. يعني انا اتمنى يتفضلون بعد شبابنا السحر، تفضلوا على ذاتكم. شكرا جزيلا سيد علي. حبيبي استاذ حيدر، شرفتونا اليوم، وكانت يعني فكرة كلش حلوة يعني. الله يحفظك، عشتوا ويانا اجواء العمل وهاي الاجواء الرمضانية. شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا جزيلا استاذ محمد، حياك الله، سوينا زحمة عليك. بالعكس، تنو. مشاهدينا الكرام، نبقى بأجواء السحور العراقية. قواكم الله. شلونك؟ الله يسلمك. شخبارك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك؟ إن شاء الله بخير. زيني. يلا كمل وجبة سحورك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام برنامج السحور العراقية. هذا البرنامج كان برعاية كلية التراث الجامعة. انتظرونا في حلقة أخرى. اسمعها على خير. هذا البرنامج برعاية كلية التراث الجامعة.